صباح الخير، انا نانسي حسام من محافظه الغربيه، عندي 22 سنه، حاصل على ليسانس اداب جامعه طنطا. من سنين فاتت من قبل محاضرتك والساده الحضور بقيتوا تنورونا كل سنه، كنا فعلا عايشين في ضلمه زي ما يكون في سحابه كبيره مغطيه علينا، لكن بوجودك معانا كل سنه مصر كلها بقت معانا. ودلوقتي نقدر نقول ان السحابه دي عدت،